مرحبا، أنا زياد أبيشاكر، مهندس بيئي ومهندس صناعي، مرشح الانتخابات النيابية مع تحالف وطني على المقعد الماروني بدائرة بيروت الأولى. من شي 10 أيام اتصلت فيي ست من إحدى التلفزيونات، قال عرفنا أنه حضرتك مرشح على الانتخابات. قلت له نعم. قال نحن عنا هيك مثل تشات شو مش توك شو، أنه منفتح لك الهواء 3-4 دقايق بتعطي رأيك بالدولة المدنية، بالزواج المدني، وهيك مواضيع الساعة يعني. قلت له عال شو المطلوب؟ قال 25,000. قلت له 25,000 شو؟ قال 25,000 دولار. صار في هيك مثل صمت متبادل يعني، ورجعت قالت لي بس هلأ 25,000، بكرة بس تقرأ بالانتخابات بيصير أكتر. قلت له ممنونك على هاللفتة الكريمة، بس بصراحة ضميري ما بيطوعني بهالأيام أنه أصرف 25,000 دولار ب4 دقايق، بينما 25,000 دولار بهالأيام بطعمه 25 عائلة على شهر. قال مثل ما بدك. بس سكرت الخط، رجعت شوي قانون الانتخاب وسقف الانفاق الانتخابي، تبين أنه المرشح بحق له على صعيد فردي يصرف 750 مليون ليرة، وضمن اللايحة بحق له يصرفوا 50,000 ليرة على كل ناخب مسجل بالدائرة تبعه. يعني لبيروت الأولى في حوالي 135,000 ناخب ل8 مقاعد، يعني للمرشح الواحد بحق له يصرف ضمن اللايحة شي 843 مليون. يعني مجموع الصرف الفردي مع صرف اللايحة أقل شوي من 64,000 دولار. يعني بكفونا 10 دقايق على تلفزيون المدام. أكيد من بعد كم يوم صارت تتوالى الاتصالات من محطات، من مواقع إخبارية، كله بده يعرف رأيي بالدولة المدنية وبأسعار خيالية. قدمنا اعتذارنا للكل وقلنا لهم أنه رح نعمل حملة انتخابية خارجة عن المألوف، ما رح ندفع هالمبالغ الفاحشة لأي وسيلة إعلامية تناقش خطتنا، ورح نعمل استوديو صغير خاص فينا ونبث حصرا على الإنترنت، ونجرب نوصل لأكبر عدد من المواطنين على تليفوناتهم. قال مش ممكن تربحوا بهيك استراتيجية، فقررنا نسمي البودكاست ممكن. وخطتنا بدل ما تتكل على شعارات رنانة طنانة وفايع منها فايد من التستوستيرون والتفنيس الانتخابي مثل ما عم نشوف على الطرقات هالأيام، رح نعرض على كل اللبنانيين وعلى أهالي بيروت بالذات سلسلة من اللقاءات مع خبراء بكتير مجالات صار لي الحظ اشتغل معهم أو اتعرف عليهم خلال 30 سنة يلي مرقوا، ويلي رح نشتغل معهم تنطبق مشاريعهم يلي كانت مهمشة من قبل المنظومة الحاكمة، لأنه ما في إلا سبيل للسرقة والفساد. ورح نخبر الناس أنه يا خيي ممكن نعمل قضاء مستقل، وممكن نوصل لتغطية صحية شاملة، وممكن نطبق قانون النقد والتسليف واستعادة أموال الناس، وممكن نسلح الجيش ونطوره، كله ممكن حتى بزمن الأحباط يلي نحن عايشين فيه. رح منحط بأول تعليق لهالفيديو رقم حساب لبناني ليلي بحب يساعد الحملة من لبنان، ورح منحط لينك لباتريون بيج للبناني المغتربين يلي حابين يدعموا الحملة من برا. تنصعبها حالنا بعد شوية، قررنا أنه نعطي 50% من كل التبرعات يلي بتجينا لجمعيات عم بتساعد الناس بالأكل والدواء. يعني كل 100,000 ليرة رح بتدخل على الحساب، في 50,000 منهم رح ينحطوا على جنب تكانت خلصت الانتخابات، ونستعمل هالأموال للدعم. وأكيد رح ننشر تقارير مدقق الحسابات كل 15 يوم، وما رح نسمي الجمعيات إلا من بعد الانتخابات تما تتفسر أنه رشوة انتخابية. أخيرا ومش آخرا، ما رح نطبع صور لإلي ونروح نقلعت حيطان المدينة أكتر ما هي مقلعتة. وأكيد بتمنى على زملائي بلايحة تحالف وطني يعملوا نفس الشيء، بس أكيد منهم ملزمين. ومن هلأ أعرفوا أنه من بعد ما يمرق 7 أيام على نهاية الانتخابات رح ننزل مع مجموعة متطوعين معنا مكنة ووتر جيت، ورح ننظف حيطان بيروت المعلق عليها صور المرشحين والمرشحات بالدايرتين الأولى والتانية، ورح ناخد كل الورق يلي نشال عم عمل ريسايكلينج،
ونحولهم لكراتين بيض ونعطيهم لمزارعين سوق الطيب يلي بيجوا كل سبت من كل لبنان يبيعوا منتوجاتهم بالأشرفية. هيدا كل شي لهلأ. بتمنى انكم تتابعوا بودكاست ممكن، ويلي بيحبوا الشغل يلي عم نعمله بيقدروا يساعدونا انهم يوصلوا الفيديوهات يلي رح توصلهم على الواتساب للنتورك تبعهم. رغم كل شي مرق علينا، نحن كلبنانية محظوظين انه عنا حق مقدس بممارسة ديمقراطية الانتخاب بمنطقة بالقرن 21 بعد فيها بلاد مجالس نواب ما عندها ولا عندها انتخابات. بعرف انه كلنا تعبانين ومحبطين، بس هاي فرصتنا الوحيدة لتغيير واقعنا وكسر منظومة الفساد. بترجاكن مارسوا حقكن المقدس بالاقتراع، ومنلتقي قريباً.